إن القوي إن كان ذا بطش فإن مساوئه شريفة. شريفة. أما الضعيف إذا كان ضعيف فإن حجته ضعيف. ضعيف. هكذا كان المحتجزون اللبنانيون الأحد عشر يمضون أوقاتهم خلال فترة احتجازهم لدى لواء عاصفة الشمال في أعزاز بداية العام الفائت، إلا أن الصورة أضحت مختلفة بعد وصولهم إلى لبنان ليصبحوا أبطالا قاوموا فداء لعمامة حسن نصر الله السوداء حسب قولهم. بفضل مين أنت هون؟ بفضل العمامة السوداء سمحت السيد حسن. مقطع حصري حصلت عليه حلب اليوم يظهر فيه علي عباس والذي قيل إنه أحد أقارب زعيم حالش تغير موقفه وطريقة كلامه لدى وصوله بيروت ثم أنهاها لبيك يا حسين في إشارة إلى انتماءاته الطائفية. أبدا 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 أبدا، نحن موقفنا واضح وموقفنا ثابت وصرختنا واضحة ومنقول آخر شيء لبيك يا حسين. راهبات معلولة اللواتي وصلنا إلى لبنان في صفقة تم بموجبها إطلاق عدد من المعتقلات في سجون النظام. أمضينا 4 أشهر لدى جبهة النصرة قدموا لحظة خروجهن شكرا على فضائيات مؤيدة للنظام لمن قيل عنهم خاطفون. والجبهة يعني ما بدي أحكي أنا أكثر لأنه قدام الله تعالى بدي أحكي، الجبهة كانت معاملتها منيحة معنا. وأنهن لم يجبرن على خلع صلبانهن بل قاموا بذلك طواعية واحتراما للمكان الذي أقاموا فيه. لا ما شلحونا الصليب، لكن المحل يعني اللي أنت قاعدة فيه تلاقي حالك غلط. يعني غلط يعني شلحتوا الصلبان بإيرادكم؟ لا ما شلحونا ولا نحن نحن ما لبسنا. في حين أظهر تسجيل مصور آخر قيام أفراد جبهة النصرة بنقل الراهبات إلى مكان آمن بسبب قصف النظام للدير. تلك التصريحات يبدو أنها لم تعجب الموالين للنظام ما استدعى قيامهم بشن العديد من الحملات لشتم الراهبات ومطالبة النظام بإنزال أشد العقوبات بهن ليصل الأمر إلى المطالبة بإعدامهن. لكن أن تنسى راهبة تم تحريرها أو تتناسى الجيش العربي السوري ودماء شهدائه فذاك يندرج في خانة الخيانة أو على الأقل الانحراف عن الوطن. تغير الموقف بين الطرفين لكن ظاهر ما شاهدناه واحد، محتجزون يعاملون بشكل إنساني ويخرجون، الراهبات تكلمن بما تمليه عليهن ضمائرهن، أما سابقوهم فيبدو أنهم تكلموا بما تمليه عليهم طائفتهم. لكن وبكل تأكيد ستكون الأيام المقبلة حبلى بمحاولات إخفاء أو تزييف الحقائق وربما تتغير أقوال بعضهم أو تبقى على حالها. عبد الله طعمة، حلب اليوم.